بسم الله الرحمن الرحيم. كنا احنا اخدنا الجيرز الناس اللي اونلاين مش عارف بقى مصدرين بالنسبه للاونلاين. الصوت كده واضح؟ طب الصوت كده واضح؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا احنا اخدنا الجيفت وقلنا ازاي نتعامل معاه من الالف للباء وعرفنا الموضوع بيتم معاه ازاي، بس احنا نسينا نتكلم عن الحاجات اللي هي بتقفل لي السفنكتر من فوق، او زي ايه؟ زي الموتوكلوب برامايد والدومبردون والبيتانكول والباكلوفين والسيسابريد. عندي في ادويه بتشتغل على السفنكتر. تعمل ايه في السفنكتر ده؟ قال لك والله تقفل السفنكتر، بتزود البريشر بتاع السفنكتر ده، فتقوم تقفل السفنكتر من فوق، بجانب اللي هي كمان بعد ما بتقفل السفنكتر ده ما بتخليش اكل يقعد عندي في المعده، بتعمل لي جي اي تي موتيليتي، بتزود لي الموتيليتي، وبالتالي ما بتخليش الاكل يقعد فتره اطول، يكون معرض للارتجاع. تمام كده؟ فبدات تظهر ادويه مع ادويه الانتاسيد او ادويه الحموضه. ايه الادويه ديت؟ عندي الحاجات اللي هي بتزود البريشر، لازم نركز. ايه هي؟ الميتوكلوبروبرامايت اللي هو البريمبران، الميتوكلوبروبرامايت والدومبرودون والايتوبرايت. انا بقول لك كل الادويه، الايتوبرايت اللي موجود في الجناتون في الصيدليه، ايتوبرايت اللي موجود في الجناتون، والدومبرودون اللي موجود في الموتيليوم وكل الحاجات بتاعته، والميتوكلوبروبرامايت اللي موجود في البريمبران، وفي حاجه اسمها الباكلوفين موجود في الباكلوفين، وفي حاجه اسمها السيسابريد كان موجود في الزلماك ايام زمان، السيسابريد، وفي حاجه اسمها البيتانكول. الدومبرودون والايتوبرايد مش معترف بيهم اصلا في امريكا، والدومبرودون ظهر في الاونه الاخيره ليه الاضرار الخطيره قوي على القلب، وقلنا ممنوع ان احنا نستخدمه، وعمل حالات كتير قوي وفاه، يمكن اقل حاجه 120 شخص في فرنسا من الدومبرودون. واتكلمنا عن الدومبرودون اللي هو اقصى حاجه استعمال اسبوع بجرعات محدده عشان بيسبب لي سادن ديث نتيجه تاثيره على القلب. تمام كده؟ يبقى والايتوبرايد غير معترف بيه في امريكا، اللي هو موجود في الجناتون اللي موجود في الصيدليه، غير معترف بيه في امريكا. وبالتالي بدا يفضل عندي اربع ادويه، الميتوكلوبروبرامايت اللي هو موجود في البريمبران، ميتوكلوبروبرامايت اللي هو موجود في البريمبران، والباكلوفين اللي موجود في الباكلوفين، وحاجه اسمها السيسابريد والبيتانكول. السيسابريد اللي هو الزلماك، يعني بدا يصل على القلب، والحاجات دي تنسحب برضو من امريكا وحته ثانيه، بقى موجود قصدي ستيل في امريكا ولكن ببروكوشن معين، ولكن تم سحبه من بعض الدول. الشاهد من الموضوع ان الادويه ديت الاثار الجانبيه المترتبه عليها اكتر بكتير من فوائدها في الاستخدام، وعشان كده ما فيش حاجه اسمها واحد معاه جيرت ابدا اديله بروتون بامب انهبيتور وبريمبران على اساس البريمبران هيعمل لي ايه. ما هو البريمبران كنظريا ميكانيزم هو بروكاينيتك، فمش هيخلي الاكل يقعد فتره طويله، زائد اللي هو هيعمل لي بريشر على سفنكتر اللي موجود هيقفله لي. فديت حاجه ميزه ولا عيب؟ طبعا حاجه ميزه وميزه كويسه جدا، ولكن نتيجة الآثار الجانبية المترتبة على استخدام الأدوية ديت، قال لك الآتي: ممنوع منعًا باتًا تلجأ لاستخدام البريمبران أو البيتانكول أو الحاجات ديت اللي هي الباكلوفين خاصة والميتوكلوبرامايد اللي هم أفضلهم أصلًا، الميتوكلوبرامايد والباكلوفين. إياك تلجأ للاتنين دولت أو غيرهم في علاج الجيرد مضافًا إلى البروتون بامب إنهبيتور إلا لما تكون عامل انفستيجيشن كويس جدًا وعامل منظار ومتأكد اللي هو جيرد بنسبة 100%، وبعد ما استخدمت البروتون بامب انهبيتور توايز دي اللي ما جابش عندك جايب نتيجه ولكن مش نتيجه ف 100%، ممكن تضيف هنا الباكلوفين او الموتوكلوب بروبرامايت. تمام كده؟ ده بعد استخدام الاتش تو بلوكر حتى مع البروتون بامب. لو في نايت سيمبتومز بنحط الاتش تو بلوكر، ممكن نضيف بقى ده ميكانيزم تاني، ممكن نضيف الحاجات ديت. يبقى اذا الحاجات ديت مش اول ما يجي لك واحد عنده جيرت على طول دومبرودون وبروتون بامب انهبيتور. طبعا الكلام ده ايه؟ غير مظبوط علميا بالمره. هنديله بروتون بامب انهبيتور اونلي، ومش هنلجا للميتوكلوبروبرامايد او الباكلوفين الا بعد ما يكون الميتوكلوبروبرامايد جايب لي نتيجه وانا متاكد مليون في الميه ان ديت حاله جيرت. فالحاله ديت مسموح لي ان انا اضيف الميتوكلوبروبرامايد طالما البروتون بامب انهبيتور مش عامل لي كنترول او مش عامل لي كفر على الحاله. طيب يا دكتور، افرض الادويه مش جايبه معاك نتيجه خالص وحاله جيرت، بس الادويه مش جايبه نتيجه، تعمل ايه يا دكتور؟ خلاص السفنكتر عندك مفتوح، اصل انت عارف زياده الوزن ديت بتعمل ايه؟ زياده وزن يعني الكرشه تبدا تزيد، بطنه تبدا تزيد. اما البطن تزيد، انا عندي دلوقتي في انبوبه زي انبوبه
والانبوبه راكبه على البرميل تمام كده. فبيحصل عند ايه؟ بيحصل عند البرميل ده حجمه بيزيد. اما حجمه يزيد شيء طبيعي، انا عندي الاسفنكس حجمه ثابت، تخيل معايا كده حجمه ثابت، واللي عندي الحاجه اللي تحت ديت حجمها بتزيد، وفي عندي اسفنكتر، يقوم كل ما المعده توسع كل ما الاسفنكتر عندي يحصل فيه انفراج يوسع، وبالتالي الاكل كده كده عمال رايح جاي رايح جاي، كان الطريق طريق ما بين الاسفنكس والايه والمعده. فهنا طبعا مشكله كبيره جدا، وبالتالي هنا ما بنلجاش غير لتدخل بقى جراحي. طالما عندك الادويه مش عامله نتيجه، بتعمل تدخل جراحي اللي انت بتربط الموضوع ده وبتضيق الموضوع ده. طبعا ده تدخل جراحي اعرفها من ضمن الجايد لاينز، ولكن معلكش كيفيه الجراحه والحاجات ديت مش عليك. دلوقتي هنبدا ندخل في البيبتيك ألسر. يعني ايه بيبتيك ألسر يا دكتور؟ تعالى بس هنا شويه شوفون، بس عايزين ايه؟ انا مش عارف الحاجات ما يظبط معايا. فاكر اخر صنف اسمه ايه؟ بتانكول. بتانكول ايوه يا جماعه، الصوت كده واضح بالنسبه للاونلاين. يبقى انا عندي الميتو كلوبرا مايت، وعندي الايفان وعندي الباكيو في، وعندي السيساب رايت. طبعا عندي التومبردول قلنا بيسنكول، ده ايه التريد نيبل كولينرجيك. والله التريد نيبل مش خش في الصيدلية، بس هو كولينرجيك. وعندي الاوتو برايت، وقلنا الاثنين دولت مش محترف بيهم فين؟ في امريكا. تمام كده؟ طيب هنبدا ندخل دلوقتي على البيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر يعني ايه يا دكتور؟ يعني عندك ألسر. يعني ايه عندك ألسر يا دكتور؟ يعني عندك قرحه. يعني ايه عندك قرحه يا دكتور؟ انا عايز اقول لك ان البيبتيك ألسر تنقسم الى دوودينال ألسر وجاستريك ألسر. يبقى البيبتيك ألسر مش شرط اللي هي تكون موجوده عندي في المعده، لا، ده ممكن تكون عندي ألسر موجوده في الاثنى عشر، وممكن تكون عندك ألسر موجوده فين؟ موجوده في المعده. وبالتالي لازم تفرق ما بين الاثنين، لان الاثنين اسبابهم في الغالب مختلفه. وعشان كده عايز اسالك سؤال هيفصل لنا معنى او الفرق ما بين الاثنين. جاي لك واحد شخص، والشخص ده وزنه زياده، وبيقول لك يا دكتور لو سمحت انا بيجي لي اعراض الابيجاستريك بين، وبيجي لي اعراض النوزيا والحاجات ديت، وكان في حجره واقفه هنا بعد الاكل بثلاث ساعات او بعد الاكل بساعتين، وعشان كده يا دكتور انا بضطر ان انا اكل كل شويه، لان الاكل بيهبط معايا الالم ده وبيهبط معايا الوجع ده، وبالتالي ده حاله. اما بيجي لك حاله ثانيه يقول لك يا دكتور الحقني يا دكتور، انا كل ما اكل الاقي عندي الالم ده عندي بيزيد، والوجع ده عندي بيزيد، وبالتالي انا بخاف اصلا من الاكل، فبضطر ان انا ما اكلش اصلا. فانا قلت للحاله الاولى انت عندك بيبتيك ألسر، والحاله الثانيه قلت له انت عندك بيبتيك ألسر، على الرغم ان الحاله الاولى هو شخص تخين وان الاكل بيعمل لي ريليف للايه للسيمتومز اللي موجوده عنده، ولكن الشخص الثاني شخص رفيع وان الاكل بيزود البين عنده. ولكن انا في كلتا الحالتين قلت له انت عندك بيبتيك ألسر، ولكن الحاله الاولى عنده قرحه في الاثنى عشر، اما الحاله الثانيه عنده قرحه في المعده ذات نفسها في الاستومك. وبالتالي انا عندي في الاولى، هو ايه المشكله اصلا؟ او ليه هنا الموضوع، ليه انا شخصته بالطريقه ديت؟ الاكل عنصر حيوي يا جماعه في الموضوع ده. ليه؟ تخيل معايا انا عندي المعده اهيت، يعني انا لما رسمت الرسمه الصوت فيه حاجه مشكله بيشتكوا منها يا دكتوره. كويس. طيب يبقى انا عندي فيه عندي الاسوفاجس، وعندي الاسوفاجس انا عندي ده المعده، ثم الاثنى عشر منطقه الاثنى عشر، ثم بعد كده الايه الانتست. فبقول لك والله انت عندك القرحه ديت يا اما موجوده في المعده، دي بنسميها جاستريك ألسر، في عندك قرحه هنا موجوده جاستريك ألسر، او والله في قرحه عندك هنا موجوده، ده اسمها ايه دويدينال ألسر، يا اما هنا يا اما هنا. تمام كده؟ وقلت لك فرقت ما بين الاثنين بالاكل، قلت لك والله في حاله الفوت هنا الفوت بيريح الشخص اللي عنده الدويدنال ألسر. ليه؟ هو انت باش لما بتيجي تاكل الاكل ده بيحتاج اتش سي ال عشان يتهضم؟
هي الالسر اللي في الاثنى عشر ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن اتش سي ال موجود هنا بدا يتفرز في المنطقه ديت عمل لي الالسر، سواء ديت سببها اتش سي ال سواء ديت سببها اتش سي ال، بدا يتفرز اتش سي ال بكميات كبيره هنا فعمل لي الالسر، صح كده ولا لا؟ فانا بقول لك ليه اللي بياكل بيرتاح في الاثنى عشر لما يكون عنده الالسر في الاثنى عشر؟ لان ببساطه هو الاكل مش نازل اهوت من المعده. طيب كويس يا دكتور، الاكل بدا ينزل ينزل ينزل، الاكل ده مش محتاج اتش سي ال، وصل الاكل هنا ادى الفوت في المعده، على طول المعده بتبدا تعمل له ايه؟ تطلع اتش سي ال، تمام كده؟ طلوع الاتش سي ال بدا يعمل لي لود على الالسر اللي موجوده اصلا اوريدي موجوده، يعني بيزود كميه الاتش سي ال اللي بتعرض ده الالسر اللي موجود. عشان كده مريض الجاستريك السر على طول ما بيقدرش ياكل، خايف من الاكل، كل ما بياكل الاتش سي ال بيزيد افرازه فعلى طول بيعمل له الم. اما مريض الدويدنال السر اول الاكل ما اول الاكل ما بينزل هنا فالمعده بتفرز الاتش سي ال، مفيش مشكله، بل ده بتلجا المعده اللي هي تخفف لي من اللود اللي موجود من الاتش اس ال اللي موجود هنا، يروح للاكل يساعد في الهضم، يساعد في الهضم فيخف اللود من الاتش اس ال اللي موجود فين؟ في الاثنى عشر. وبناء عليه يبدا الشخص بتاعي ايه؟ يبدا يرتاح، يبقى الاكل هنا بيريحه اما الاكل هنا بيزود الالم، وبالتالي تقدر تفرق ما بين الاثنين. عشان كده دايما اللي عنده قرحه في الاثنى عشر هتلاقي وزنه زياده، اما اللي عنده قرحه في المعده لان الاكل بيخفف، اما اللي عنده قرحه في المعده هتلاقي وزنه ايه؟ وزنه رفيع لان الاكل بيزوده او بيزود الموضوع ده. وعلى طول طبعا بعد الاكل بثلاث ساعات ترجع ريما لعادتها القديمه تاني، فيبدا عند الاتش سي ال يزيد عند هنا فيبدا يسبب له الالم فيعوز ياكل عشان يخفف. ده هو تقريبا عامل الاكل دلوقتي كعلاج، كل شويه بياكل عشان يخفف الالم، كل شويه بياكل عشان يخفف الالم وهكذا. عشان كده طبعا بيحصل عندك اوفر ويت. ليه يا دكتور انت فرقت ما بين الاثنين؟ انا عاوز افرق بين حاجه كمان. فاكرين الالارم سيمتومز اللي احنا اتكلمنا عليها، مش احنا قلنا فيها ايبيجاستريك ماس؟ لو الايبيجاستريك ماس معاها هارت بيرن شديد فاحنا بنقول جيرت ولازم الارم سيمتومز. اما هنا الايبيجاستريك ماس اللي موجوده في الغالب ما معاش اصلا هارت بيرن، مريض الالسر في الغالب ممكن ما يكونش عنده هارت بيرن اصلا، يعني في الغالب ما يكونش عنده هارت بيرن اصلا، في الغالب ما عندوش مشكله في الاسوفيجاس سفنكتر اللي موجود وما فيش عندي فيه مشكله، ففي الغالب ما عنديش حاجه، ما عنديش مشكله في الموضوع ده، فلازم يكون عندي الايه؟ الايبيجاستريك بين اللي موجود ده، ده العرض الاساسي بتاع البيبتيك ألسر. ايبيجاستريك بين ممكن يصاحبه شويه غازات، ممكن يصاحبه عدم راحه، ممكن يصاحبه بين موجود هنا، ولكن هو حاسس ان هو مش مرتاح في بين موجود، في بين موجود لا يشترط اللي يكون عندي فيه عندي هارت بيرن موجود ولا لا، لا يشترط. هارت بيرن ده انديكيتد على طول اللي انا بتكلم على مريض جيرت، تمام كده؟ عشان نفرق ما بين حاجتين انت عايز انفستيجيشن تعمل بيه ايه، ونفرق ما بين الارم سيمتومز اللي بتاعت الجيرت. صلوا على النبي. احنا لسه في الجيرت؟ ايه؟ احنا لسه في الجيرت؟ طيب دلوقتي هو ايه سبب الجاستريك ألسر؟ سبب الجاستريك ألسر رقم واحد اشك فيه المسكنات. رقم واحد هشك فيها الايه؟ المسكنات. رقم واحد في احداث الجاستريك ألسر اللي هي المسكنات، ورقم واحد في احداث الدويدينال ألسر هي الميكروب الحلزوني. عشان كده لازم افرق ما بين الاثنين. يبقى رقم واحد بشك فيه في احداث الاثنى عشر قرحه الاثنى عشر ايه؟ الميكروب الحلزوني. بينما في حاله الجاستريك ألسر فرقم واحد هيكون عند المسكنات. وعشان كده لازم نبدا نتكلم على كل حاجه لوحدها دلوقتي، الميكروب الحلزون والمسكنات اللي هم دول الحاجتين اللي مسببين الموضوع ده. اول حاجه الميكروب الحلزون اللي هو الهيليكوباكتر بايلوري. الميكروب الحلزون ده ميكروب ذكي جدا، بيخش وسط الاكل، واول ما بيخش وسط الاكل هو عنده اسلحه، الاسلحه بتاعته ديت بتقدر تحميه من شويه حاجات. وليه انا بقول عليه ميكروب ذكي؟ لان الميكروب الذكي ده هو بيعيش في المعده، المعده اللي هي الوسط الحميض العالي جدا جدا جدا، وعلى الرغم اللي هو الوسط الحميض بيموته وسط الالكلين بيموته، ولكن هو بيعيش في وسط متعادل، هو عشان يعيش في وسط متعادل. وعشان كده الميكروب الحلزوني عنده اسلحه اللي هو يحول الوسط المتعادل الى الوسط الحمض الى وسط متعادل. بيعمل ايه يا دكتور؟ والله هو عنده سلاح بنسميه اليوريز انزيم. اليوريز انزيم ده بيعمل ايه يا دكتور؟ بيحول اليوريا الى نشادر ان اتش 3 بلس سي او 2 كربون دايوكسيد. هي اليوريا دي كانت منين؟ اليوريا ديت جت اصلا من البروتين، ده كومبوننت من البروتين، انا باكل بروتين فشيء طبيعي في عند الايه؟ اليوريا. وبالتالي بيحول لي اليوريا اللي هي ان اتش 2 سي دبل بوند او ان اتش 2 الى ان اتش 3 بلس عندي سي او 2، يقوم ال ان اتش 3
يتحد مع ال HCL اللي موجود عندك فين؟ ها؟ اللي موجود عندك فين؟ في المعدة، صح كده؟ فيقوم يتحول ل NH4Cl المتعادل. هيقوم يتحول لإيه؟ NH4Cl المتعادل. يقوم يقعد عندي في المعدة كده. بس شوف ركزه بس. يروح يقعد ينتخ فين؟ يروح يقعد لي شوية في المعدة. في حتة كده في المعدة تنه قاعد. خلاص بقى البيت بيته. وعنده ديول كده يقعد يمسك جدران المعدة ويثبت نفسه. خلاص. الكروب اسرائيلي يقعد هنا ويثبت نفسه 100%. والحته ديت ما فيهاش ايه، الحته ديت متعادله. ويعمل لي ايه؟ يقوم فاكرين الطبقه الطلائيه اللي كانت بتحمي المعده اللي كانت موجوده، يقوم يعمل ايه؟ يقوم يشيل الطبقه الطلائيه ديت هنا، ويقوم يزود افراز ال HCL في المناطق الثانيه. بس هو الحته اللي عايش فيها حته متعادله، تمام كده؟ نتيجة كل الحتة دي لما تيجي عليها حموضة يطلع لي انزيم اليوريز، يحول لي البروتين اللي جاي له اصلا في الاكل الى يوريا، ويحولها لامونيا وكربون داي اكسايد اللي بيبدا يتعادل الموضوع ده ويبدا يخلص على الموضوع ده زي الفل. قلت لك ان الميكروب ده احد اسباب حدوث الالسر هنا. على الرغم من المشاكل اللي بيعملها لي ديت كلها، الا ان الالسر ممكن تحصل هنا. ليه؟ لان هو بيعادل الحته ديت وبيخلي لي افراز المناطق ديت عالي جدا جدا جدا، خاصه المناطق اللي قريبه من ال 12، لان هو بيقعد قريب من ال 12 فبيزود لي افراز المنطقه ديت قوي. فكل شويه ال HCL يتكون ويروح فين؟ يروح على ال 12، يروح على ال 12، يروح على ال 12، فبيعمل له كرحه في ال 12. تاني حاجه يا دكتور عايزك تعرفها، ان احد اسباب الدويتينال ألسر هو، مين هيقولها؟ عارفين التيومر اللي هو ايه؟ زيلونجر انزيم سندروم. ليه؟ هو مش بيطلع لي الكاسترين، والكاسترين بيعمل ايه؟ بيطلع لي اتش سي ال. بس عنده ميزه كمان. ايه الميزه ديت؟ بيخلي المعده عنده تتحرك بروكاينيتك. فهو البروكاينيتك اللي هو بيعمله لي ما بيخليش اتش سي ال يقعد عندي في المعده، بيطرد على طول فين؟ في ال 12، يترد على طول في ال 12، يترد على طول في ال 12، وبالتالي من احد اسباب حدوث الايه؟ قرحه الايه؟ ال 12. الميكروب الحلزوني وجدوا ان الميكروب الحلزوني ده اصلا كارسينوجينيك، كارسينوجينيك. يعني بيعمل لي كانسر في الاستومك. وعشان كده وجود الميكروب الحلزوني الزامي يتعالج. حتى لو ما فيش عندي ليه اعراض، وجود الميكروب الحلزوني الزامي لازم يتعالج. لانه ممكن يعمل لي كانسر فين؟ في المعدة. الاول تعالى نعرف هل المريض ده عنده ميكروب حلزوني ولا لا عن طريق الدياجنوزس. ليه؟ هو بيقعد في المعده، بيعمل لي كانسر في المعده. تمام كده؟ طيب. ازاي تعمل دياجنوزس للميكروب الحلزوني؟ الدياجنوزس للميكروب الحلزوني بيتم كالاتي. عندنا والله طريقتين يا دكتور، طريقه بنسميها انفيسيف. انفيسيف يعني ايه؟ يعني بتحتاج تدخل زي المنظار مثلا، حاجه من بره جوه، حاجه من بره لجوه، او حاجه اسمها نون انفيسيف. نون انفيسيف اللي هي حاجات بسيطه وما بيعملش انفكشن، ولا هي حاجه زي ما اخد عينه دم، عينه ستول، عينه مش عارف ايه، دي بنسميها نون انفيسيف. اما انفيسيف ديت اللي هي حاجه زي اندوسكوبي او اي حاجه بدخلها من بره لجوه. طبعا احنا مش بنلجا للحاجات ديت في التشخيص بتاع الميكروب الحلزوني الا في حالات صعبه جدا 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 جدا. وبالتالي لازم نتكلم عن الانفيسيف ديت عباره عن ايه؟ عباره والله عن ميكروسكوب، اللي انا بدخل ميكروسكوب اشوف فيه ميكروب حلزوني ولا مفيش. ادي واحده. تمام كده؟ ميكروسكوب استكشاف يشوف عندي ميكروب حلزوني ولا مفيش. او بدخل اخد مسحه منين؟ من المعده، من المكان اللي هو قاعد فيها الميكروب الحلزوني. واخد المسحه ديت واطلع. وازرعها. بايوبسي. وازرعها. ازرعها بناء على ايه؟ انا والله عندي معلومه بتقول لي ان الميكروب الحلزوني ده يا دكتور هيحول لك اليوريا الى امونيا وكربون دايوكسيد عن طريق اليوريز انزيم. عشان كده التست بنسميه رابيد يوريز تيست. رابيد يوريز تيست معتمد على الانزيم اللي بيطلعه الميكروب الحلزوني. فانا جبت الاجار وحطيت فيه الامونيا، سوري، وحطيت فيه اليوريا، وحطيت فيه اليوريا، وحطيت فيه الميكروب العينه اللي انا ايه؟ جايبها. والله لو العينه ديت فيها ميكروب حلزوني هتحول لي اليوريا الى ايه؟ الى امونيا. وقيس الامونيا، لو لقيت عندك امونيا يبقى انت عندك ميكروب حلزوني، ما لقيتش عندك الامونيا يبقى خلاص. دي اللي احنا بنسميه رابيد يوريز تيست، معتمد ان انا باخد عينه من جوه. التحليل ده وجدوا الاتي. التحليل ده طبعا الكفاءه بتاعته عاليه جدا.
ولكن قال لك لازم على الاقل تكون مبطل الانتي بايوتيك والانتي سكريتوري. الانتي بايوتيك والانتي سكريتوري اقل حاجه اسبوع قبل ما تاخد العين. اقل حاجه ايه؟ اسبوع قبل ما تاخد العين, لانها ممكن تديني فولس بوزيتيف ريزلت. يعني ممكن تقول لي ما عندوش وهو عنده. ليه؟ لان ممكن الانتي بايوتيك يقلل لي من تعداد الهيليكوباكتر اللي موجود, او الانتي بايوتيك يقلل لي من تعداد الهيليكوباكتر اللي موجود, لان هو في الاساس الهيليكوباكتر ده عباره عن ميكروب, عباره عن بكتيريا, صح كده؟ وهنبدا نتعرف على الخصائص بتاعتها دلوقتي. التحاليل ديت مش بنلجأ ليها في الغالب, لان احنا مش بنلجأ ليها لانها ممكن الحاجات ديت مضره. ازاي دخل حاجه من بره لجوه؟ زي ما قلنا في في الاندوسكوبي ممكن يحصل لي انفكشن عالي جدا. فبنبدا نلجأ للنون انفيزيف. تحليل النون انفيزيف ديت عندنا ثلاث تحاليل رئيسيه, حاجه اسمها الستول, وحاجه اسمها البلاد, ماشي, حاجه اسمها البلاد الانتي بوديز, ولكن مش بنلجا ليه, هنشوف هنعمل معاه ايه. واخر حاجه خالص اللي هو عن طريق التنفس البريث تيست. بيعمل ايه؟ تعال ناخد تحليل تحليل. اول حاجه عن طريق البلاد, قال لك والله مش انت, مش ده ميكروب دخل الجسم يبدا يطلع لي انتي بوديز. حلو قوي, يبقى بالتالي هبدا اقيس الانتي بوديز ديت. قال لك والله الانتي بوديز ديت حتى بعد ما بتموت الانتيجين اللي هو الميكروب, كلمه انتيجين اللي هو الميكروب, والانتي بوديز اللي هي الايه, الاسلحه اللي بيطلعها الجسم. قال لك والله بعد ما بتموت الميكروب ممكن الانتي بوديز ديت اصلا تفضل عندك عايشه فترات طويله, وبالتالي انا مش هقدر اعتمد عليه. ممكن اعتمد عليه في الدايجنوستيك كبدايه لشخص عمره ما اخذ علاج, ولا عمره ما اخذ علاج للميكروب الحلزوني ولا اي حاجه خالص, تمام, ممكن. ولكن هل ينفع في المتابعه اشوف الميكروب ده مات ولا ما ماتش؟ لا طبعا, لان الانتي بوديز هتكون موجوده عنده. يبقى حته الانتي بوديز ديت مش معتمد عليها. يبقى من الغباء اللي انا اقول لشخص عندي اعمل لي تحليل هيليكوباكتر بايلوري ان بلاد, ده معناه ان انا كده كده هو في البلاد هيقيس ايه؟ هيقيس الانتي بوديز, الانتي بوديز اللي الجسم بيطلعها للميكروب. وانا بقول لك الانتي بوديز اللي بتطلع ديت بتعيش فترات طويله جدا حتى بعد موت الانتيجين. دكتور, وجودها دليل ان كان في هيليكوباكتر بايلوري, هستفيد بقى ايه؟ هستفيد ايه بالمعلومه دي؟ المتابعه مش شايفه, في المتابعه مش شايفه, بس في الدايجنوز لو فيرست, ما انا قلت لو فيرست في البدايه خالص ماشي, بس في المتابعه استحاله هين ان هو انديميك اصلا. طيب خلي بالك للتحليل ده لازم تبطل الانتي بايوتيك والانتي سكريتوري قبله باسبوعين على الاقل. قبله زي البروتون بامب انهبيتور والاتش 2 بلوكر والانتاسيد, الثلاثه دول قبلها باسبوعين على الاقل. نيجي بقى للتحليل الثاني. ايه التحليل الثاني؟ اللي هو البريث تيست. ده بيحتمل عليا يا دكتور, بيعتمد والله. هو احنا كنا قسنا في الـ في الـ في اليوريز الرابيد يوريز تيست يا دكتوره سهام, قسنا ايه؟ قسنا الامونيا, صح؟ قال لك والله طب ما بكل بساطه, طب ما تقيس لي كربون دايوكسيد. تعملها ازاي يا دكتور؟ قال لك والله مش هو بيطلع لي اليوريز انزيم؟ اليوريز انزيم بايه؟ بيطلع لي, بيحلل اليوريا الامونيا ديت قسناها من شويه, وبيطلع لي كمان الكربون دايوكسيد ديت اللي هنقيسها. تقيسها ازاي يا دكتور؟ قال لك والله بكل بساطه, ابدا ادي له يوريا من بره, بس اليوريا ديت بدل ما يكون فيها سي 12, مش الكربون دايوكسيد, السي عباره عن 6 و12, قال لك لا حط 13 او 14, علم الكربون اللي انت ايه حاطها له. يبقى انا حاطط له يوريا, واليوريا ديت متعلم الكربون بتاعها هي 13 14 عن الطبيعيه اللي هي 12, وابدا ادي للمريض ده شويه يوريا, تمام كده؟ عضيت له شويه اليوريا ديت وابدا اقيس التنفس بتاعه. والله لو عنده ميكروب حلزوني هيبدا يطلع لي ثاني اكسيد الكربون, ولكن الثاني اكسيد الكربون اللي هيطلع هيبقى بطعم الثوره. اللي طلع بقى بطعم الثوره هيبقى يا اما 13 او 14, صح كده؟ طيب يبقى ده في عندي ايه؟ ميكروب, او ما فيش عندي ميكروب لو طلع عندي بسي ايه 12. بس خلي بالك ان البريث تيست ده لازم ان احنا نبطل الانتي سكريتوري قبلها باسبوعين, وينفع في المينيتور, ما فيش فيه مشكله, ما عنديش ادنى مشكله خالص. بس عشان ترجع تاني تتابع وتعمل التحليل, اقل حاجه يكون بعد التريتمنت بتاعك اقل حاجه باربع اسابيع. ليه؟ ممنوع تاخد انتي بايوتيك. يعني عشان اعمل متابعه يبقى اقل حاجه اربع اسابيع انا مبطل فيها انتي بايوتيك وانتي سكريتوري وانتي كل حاجه, عشان اعتمد اشوف هل النتيجه بتاعتي ديت مظبوطه ولا مش مظبوطه. يبقى قبل ما اعمل التحليل اسبوعين, ادي التريتمنت, اخلص التريتمنت, استنى اربع اسابيع, اعمل التحليل تاني اتاكد.
تمام كده. التحليل الاخير وده الاكتر شهره واللي المفروض الناس كلها تطلبه اصلا اللي هو الاستول. يعني ايه الاستول؟ انا بعمل هيليكوباكتر انستول. يعني ايه هيليكوباكتر انستول يا دكتور؟ يعني بطلب الانتيجين اشوف الميكروب عندي موجود ولا مش موجود. تمام كده. فببدا اعمل له هيليكوباكتر بايلوري انستول. اعمله لي كده اكتب كده انستول وحط تحت ثلاث اربع خطوط ان بلاد ما تعتمدش عليه لازم انستول. طيب انستول ده يا دكتور بيعمل ليه؟ بيقسل والله الميكروب. لازم تبطل قبلها باسبوعين ولما تيجي اعمل اعاده بعد كده لازم اقل حاجه كام؟ اربع اسابيع عشان اتاكد من الموضوع ده. الكلام ده مفهوم دكتور؟ يعني انا دلوقتي اديت له الدواء استنى بقى مده اربع اسابيع بعد الدواء عشان اشوف هو الميكروب عنده راح ولا ما راحش. ما ينفعش لسه مخلص الدواء امبارح يروح يعمل لي تحليل الهيليكوباكتر انستول عشان اشوف هو موجود. لازم اقل حاجه ايه؟ اربع اسابيع عشان اعتمد على النتيجه بتاعتي ديت واقول والله النتيجه بتاعتي ديت مظبوطه ولا مش مظبوطه. شنو الدواء اللي هو ايه حضرتك؟ ما لسه. لا الدواء فيه مضاد حيوي عشان كده بتكلم. ايوه لسه هنديله الدواء. لسه هو جيبنا السبب. ايوه هنتكلم. طيب احنا قلنا الميكروب الحلزوني ده حاجه كارسينوجينيك ولا مش كارسينوجينيك؟ كارسينوجينيك. وبالتالي طالما موجوده يبقى لازم اعالج. تمام كده. طيب تعالج ازاي الميكروب الحلزوني؟ احنا قلنا الميكروب الحلزوني ده عباره عن بكتيريا، ولكن البكتيريا اللي موجوده ولا هي ايروبيك ولا هي نون ايروبيك، هي بين البنين. يعني ايه الايروبيك؟ بكتيريا هي اللي بتحتاج الاكسجين او الاتموسفير الطبيعي بتاعنا ده اللي هي بتنفس منه، دي بنسميها ايروبيك. ان ايروبيك يعني مش بتحتاج خالص زي البكتيريا بتعيش في الفسيخ والحاجات ديت ان ايروبيك مش بتحتاج اصلا اكسجين اصلا. ديت بنسميها مايكرو ايروفيليك. يعني ايه؟ والله هي بتحتاج اكسجين صحيح بس مش بنفس النسبه اللي بيحتاجها الايروبيك بكتيريا، ولا يعني ولا هي ما بتحتاجش خالص ولا هي بتحتاج النسبه الطبيعيه. فاحنا بنسميها مايكرو ايروفيليك وبدا يظهر لها ريزيستنس عاليه جدا الميكروب ده. وعلشان كده اما جينا نختار عليه علاج قلنا والله اقل حاجه لازم تدي تو الانتيبيوتيك، لازم تدي اتنين انتيبيوتيك مع بعض. يبقى اول حاجه هبدا افكر فيها اللي انا هدي للميكروب ده ايه؟ اتنين انتيبيوتيك مع بعض. حلو. انا كنت المفروض ابقى هيدرو مايكرو مايكرو ايروفيليك. هبدا افكر في ايه؟ اتنين انتيبيوتيك. الاتنين انتيبيوتيك ايه يا دكتور؟ قال لك والله لا الاموكسيسيلين ميتونيدازول ان اوبي والكلاريسفومايسين. يبقى انا اخترت عندي الاموكسيسيلين والكلاريسومايسين، هم بقى دلوقتي الايه؟ الاثنين انتيبيوتيك اللي انا هستعملهم. ولازم يكون عندي حاجه احتياطي. حاجه احتياطي لان انا مش ضامن ممكن يحصل ايه؟ حساسيه من ده او من ده. وبالتالي انا عندي الميترونيدازول مش بينزل الملعب الا لما واحد ده او ده يتكسر. غير كده الميترونيدازول مش بينزل الملعب مطلقا، تمام كده؟ يبقى انا هدي دلوقتي امتى ندي الميترونيدازول؟ ده انتيبيوتيك اهوت، انا قلت لك هو بيحتاج اثنين انتيبيوتيك. قلت لك والله هنستخدم اموكسيسيلين بلس الكلاريسرومايس ومش هستخدم الميترونيدازول مطلقا الا لو انا عندي في حساسيه من البنسيلين او في انا عندي حساسيه من الكلاريسرومايس. في الحاله ديت لو عندي حساسيه من البنسيلين يبقى احط ميترونيدازول بلس الكلاريسرومايس، ولو عندك حساسيه من الكلاريسرومايس حط اموكسيسيلين بلس الميترونيدازول. تمام كده. يبقى اذا الميترونيدازول مش هيدخل الملعب الا لما يحصل عندي حاجه ايه؟ حاجه يا اما في الاموكسيسيلين او في الكلاريسرومايس. زي الفل يا دكتور. ركز بقى في اللي جاي. قال لك هو انت بتحتاج اتنين انتيبيوتيك بس يا دكتور؟ قال لك لا، ده احنا كمان بنحتاج حاجه كمان انتي سيكريتوري. يعني ايه انتي سيكريتوري يا دكتور؟ حاجه تمنع الايه؟ الاسيد اللي موجود. بس انا قلت لك ميزه على الميكروب الحلزوني، قلت لك لو هو عنده سلاح، السلاح ده بيحول الوسط الحمضي الى وسط لوسط متعادل. نيوترال. انت قلت قاعدي. انا قلت متعادل. والله ما انا جبت لك عادي. مش عارفه عادي طيب الى وسط يبقى انا متعادل الى وسط متعادل. طيب حلو قوي. يعني الميكروب ده انا عايز اقول لك الميكروب ده لا يعيش في الوسط الحامض ولا يعيش في الوسط المتعادل ولا يعيش في الوسط القاعدي. تمام كده. ولكن هو عنده سلاح، السلاح ده يحول الوسط الحمضي الى وسط متعادل، ولكن ما عندوش سلاح اللي هو يقدر يحول الوسط القلوي الى وسط متعادل. عشان كده الوسط الحامضي يموته بس هو عنده سلاح بيقدر يتغلب عليه، ولكن الوسط القاعدي يموته وهو ما عندوش سلاح اللي يقدر يتغلب عليه. تمام كده. فبدا يفكروا في حاجه اسمها انتي سيكريتوري اللي هو البروتون بامب انهيبيتور، على اساس اللي هي بتقلل لي قوي الاتش سي ال. فبداوا يفكروا في ايه؟ زائد
البي بي اي اس اللي هم ايه؟ اوميبرازول، لانزوبرازول، رابيبرازول، بانتوبرازول والازوموبرازول. والله الاف دي ايه جت وقالت لك لغايه النهارده البانتوبرازول والديس لانزوبرازول انا مش عامل لهم ابروفال، بس لو عاوز تستخدمهم لغايه دلوقتي ممكن ها تستخدمهم. انا سمعت ان السنه دي هم ابروفال. لا ما حطوش ابروفال. لا لا حته الابروفال لا، ولكن هل ممكن اللي انا ممكن استخدمهم؟ ممكن، ولكن مش تبع الاف دي اي. تمام كده؟ ايه اللي تبع الاف دي اي؟ اوميبرازول، ايزوموبرازول، رابيبرازول، لانزوبرازول. تمام كده؟ دولت الاربعه اللي انا هستخدمهم تبع للاف دي اي. عايز تقول لي يا دكتور؟ عايز اقول لك ان علاجك هيكون كالاتي. اوميبرازول بلس كاليريثرو بلس اموكسيسيل، صح كده؟ او ايزوموبرازول بلس كاليريثرو بلس اموكسيسيل اور لانزوبرازول بلس كاليريثرو بلس اموكسي اور رابيبرازول بلس كاليريثرو واموكسيسيل. يبقى احنا اخترنا العلاج بتاعنا. قلت لك معلومه، قلت لك ايه يا دكتور؟ لو عندك حساسيه من الكاليثرومايسين حط الميتونازول، ولو عندك حساسيه من الاموكسيسيل حط الميتونازول. خلصت؟ قال لك طب المده يا دكتور، المده هتكون تبع لايه؟ دكتور حامد المده هتكون تبع لايه؟ قال لك والله المده المستخدمه هتكون تبع لنوع البروتون بامب انهبيتور. المده المستخدمه هتكون ايه؟ تبع لنوع البروتون بامب انهبيتور. عايز تقول لي يا دكتور؟ عايز اقول لك والله لو انت هتستخدم رابيبرازول فالمده بتاعتك 7 دايز بس، ولو انت هتستخدم لانزوبرازول فهنا الزامي 14 دايز. لسه ما اتكلمتش على الجرعات، انا بتكلم على المده الديوريتيك. ولو انت هتستخدم الازوموبرازول او الاوميبرازول والله من 10 الى 14 يوم. انت عايز تستخدم كده استخدم، عاوز تستخدم كده استخدم. تاني يبقى قال لك المده هي من 7 الى 14 يوم. تعتمد على ايه؟ تعتمد على نوعيه البروتون بامب انهبيتور. 7 في حاله الرابيبرا و14 في حاله الايه؟ اللانزوبرازول. قال لك بس بشرط لو حصل حساسيه من الكاليريثرومايسين، لو حصل حساسيه من الكاليثرومايسين او حساسيه من البنسيل وانت استبدلت ايا منهم بالميترونازول فهنا الزاميا 14 يوم ريجيمين. الزاميا حتى لو انت استخدمت الرابيبرازول 7 دايز ما تنفعش. يعني انا دلوقتي استخدمت رابيبرازول كاليريثرومايسين اموكسيسيلين، قلت لك اوبشن عندك اللي انت ممكن تستخدمه كسبع ايام وخلاص. تمام كده؟ بس نفرض ان انا حصل عندي حساسيه من الكاليريثرومايسين او الاموكسيسيلين فانا استبدلت اي واحد منهم اللي حصل منه حساسيه بالميتونازول، هنا اعمل ايه يا دكتور؟ هنا الزامي 14 يوم. وبعدين جت الجايد لاينز قالت لك ايه؟ جت الجايد لاينز قالت لك والله هي 7 ايام 7 ايام عادي، ولكن 14 يوم مفضل. يعني 7 ايام ايه؟ عادي استخدامها عادي، ولكن ايه؟ 14 يوم مفضل. تاني 7 ايام عادي ولكن 14 يوم مفضل. عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك لو جالك في الامتحان الاتي، لو جالك في الامتحان علاج الميكروب الحلزوني مثلا ازوموبرازول كاليريثرومايسين اموكسيسيلين 10 ايام، والاختيار اللي بعده ازوموبرازول كاليريثرومايسين اموكسيسيلين 14 يوم، قول له لا ده انا هختار 14 يوم. الاثنين صح، الاثنين صح، ولكن هنا 14 يوم مفضله عن ايه؟ عن 10 ايام. يبقى احنا لازم نركز في الحاله دي. طيب ايه الجرعات يا دكتور؟ الجرعات الاوميبرازول بنستخدم ها 20 ملي جرام قبل الفطار و20 ملي جرام قبل العشاء. الازوموبرازول بنستخدم 40 وانس. اللانزوبرازول بنستخدم 30 قبل الفطار و30 قبل العشاء. الرابيبرازول بنستخدم 20 قبل الفطار و20 قبل العشاء. تمام كده؟ يبقى انا الاوميبرازول 20 قبل الفطار 20 قبل العشاء. لو استخدمت الازوموبرازول يبقى 40 مره واحده. لو استخدمت اللانزو يبقى 30 قبل الفطار و30 قبل العشاء. لو استخدمت الرابيبرا يا دكتور يبقى 20 قبل الفطار و20 قبل العشاء. ده بالنسبه للبروتون بامب انهبيتور حسب اللي انا هختار. طيب الكاليريثرو يا دكتور، الكاليريثرو اقل حاجه 500 ملي جرام مرتين في اليوم. 500 ملي جرام مرتين في اليوم. احنا قلنا البروتون بامب انهبيتور بتتاخد امتى يا دكتور حامد؟
قبل ولا بعد؟ قبل. قبل الاكل من 30 الى 60 دقيقه. تمام كده؟ يبقى انا عندي اول حاجه ان البروتون بامب انهيبيتور هاخدها قبل الاكل. الكاليسترومايسين هناخد 500 ملي جرام مرتين في اليوم بعد الاكل صبح وبعد الاكل بالليل، هي مش بتاثر او امتصاصها بالاكل. والاموكسيسيلين برده مش بتاثر بالاكل، هاخد 1000 ملي جرام مرتين في اليوم. يبقى انا الكاليسترو كام يا دكتوره سهاب؟ 500 مرتين يعني بير دي 1000. اما الاموكسيسيلين هاخد كام؟ 1000 مرتين يعني بير دي 2000 في اليوم. يبقى انا اوميبرازول 20 20، كاليسترومايسين 500 500، اموكسيسيلين 1000 1000. طبعا دولت ثابتين، كاليسترومايسين اموكسيسيلين، كاليسترومايسين اموكسيسيلين، كل ده ثابت. العلاج اللي احنا بنستخدمه ده بنسميه تريبل ثيرابي. اسمه ايه؟ تريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي ديت المفعول بتاعه من 75 الى 86 كاقصى حاجه. يعني المفعول بتاعه من 75% الى 86 كاقصى حاجه، اقصى امانيه. يعني في ناس مش هيبدا يجيب معاها ايه؟ نسبة النجاح من 75 ل 86. الله يفتح عليك. لا خلاص مش رضي واعمل واحدة خلاص. خلاص والله والله خلاص. خلاص علي يا اخي خلاص. يا اخي خلاص لغاية كده الامور واضحة. يا جماعة الهيلي كيور انا اتكلمت عنه قبل كده 50 مرة. لسه في فترة الاسئلة ده دكتور احمد. طب مفيش مشكلة. هنسأل مفيش مشكلة. هقول لك دكتور احمد. نعم. الهيلي كيور ده يا جماعة هو في ايه؟ الهيلي كيور الكبسولة الواحدة فيها اوميبرازول، كاليسترومايسين، تينيدازول. يبقى أول حاجة غلط فيها التينيدازول. ليه؟ طب نخلي الأسئلة في الآخر؟ خليها في الآخر أحسن. طيب. وبص على الجرعات هتلاقي برضه الجرعات غير مناسبة. طيب نفرض هنخليها في الاخر. الاسئله كلها اللي هي واقفه هنا ديت اللي عملكم جيرد دي الارم سيمتومز ديت دي الارم دي هنسال في الاخر. طيب لو انا نفرض ان التريبل ثيرابي طالما هو المفعول بتاعه من 75 الى 86 يا دكتور، ففي عندك على الاقل 15% مش هيجيب معاهم نتيجه، اتعامل معاهم ازاي يا دكتور؟ قال لك والله ممكن نلجا للطريقه الثانيه. ايه الطريقه الثانيه؟ اللي احنا نستخدم العلاج الرباعي اللي هو كوادربول ثيرابي، اور الافضل بقى اللي احنا ممكن ايه نشيل الاموكسيسيلين اور الكاليسترومايسين ونحط ليه بفلوكساسين. هو تريبل زي ما هو، هو تريبل زي ما هو، انا بتكلم على الخطه اهل الاولويه ليك. يبقى انا والله التريبل ثيرابي يا دكتور ما جابش نتيجه. قال لك خلاص والله زي الفل، شيل الاموكسيسيلين اور الكاليسترومايسين وحط ليه بفلوكساسين وكمل 14 يوم. تمام كده؟ اور نفس الدرجه اللي انا استخدم الايه العلاج الرباعي. ايه العلاج الرباعي او الكوادربل ثيرابي اللي انا استخدم؟ يبقى انا عرفنا ده، يبقى الاختيار التاني ممكن استخدم ايه؟ الليفو فلوكساسين كمضاد حيوي، وده 500 ملي جرام وانس لمده 14 يوم بلس اموكسيسيلين اور كاليسترومايسين زائد البي بي اي اس. يا جماعه الكلام بتاعي واضح؟ واضح. يبقى انا شلت الاموكسي او الكلاريثرو وحطيت الليفو، واحد منهم شلت واحد وحطيت الليفو، شلت واحد من الانتي بايوتيك وحطيت الليفو. تمام كده؟ ده في حاله ايه؟ لو التريبل ثيرابي مش جاي معايا نتيجه، اللي هو التريبل ثيرابي المعتاد بتاعي اللي هو عباره عن اموكسيسيلين كاليسترومايسين الاثنين مع بعض. لغايه كده الامور واضحه؟ طيب يا دكتور عندك اوبشن تاني؟ قال لي والله ممكن تستخدم طالما العلاج الثلاثي ما جابش نتيجه ممكن تستخدم العلاج الرباعي. ايه العلاج الرباعي؟ ده عباره عن بيسمس سب سيتريت او سب سلسليت بلس مترونيدازول بلس تتراسايكلين بلس البي بي اي اس. علاج رباعي يعني اربعه بنستخدمه. خدنا بزمس سب سلسليت او بزمس سب سيتريت زائد المترونيدازول زائد التتراسايكلين زائد البي بي اي اس. قال لك سواء العلاج الرباعي او العلاج اللي فيه الليفوفلوكساسين قد تصل النتيجه بتاعته الى 90%. قد تصل النتيجه بتاعته الى 90%. وعشان تعرف الجرعات، يعني الجرعات ديت مش حفظ قوي، بس لو عايز تعرفها اعرفها. المترونيدازول بيبقى 500
مرتين في اليوم التتر اربع مرات في اليوم والتترا سايكل 500 اربع مرات في اليوم والبيزما الصف سلسله 525 اربع مرات في اليوم والبي بي اي بي اي دي مرتين في اليوم بس البي بي اي اس بي اي دي يعني بي اي دي يعني مرتين في اليوم لاتين الاختصارات بي اي دي اللي هو ده ماشيين مع الدواء بي اي دي ده مرتين في اليوم كيو اي دي يعني اربع مرات في اليوم طيب بي اي دي يعني بي فور بين بيلفيك انفلاماتوري ديزيز برافو عليك يا دكتوره شيماء اللي احنا اخذناه البي اي دي تمام طيب حلو قوي طيب يبقى انا يا جماعه عرفنا الايه العلاج الرباعي اللي احنا نستخدمه امتى نستخدمه بدا في امريكا تظهر طريقه ثانيه بنسميها سيكوينشنال ثيرابي ايه السيكوينشنال ثيرابي ديت وبدات تعمل لي نتائج فوق ال 92% عباره عن ايه السيكوينشنال ثيرابي ديت عباره عن الاتي احنا عرفنا يبقى اول حاجه استخدمنا التريبل ثيرابي ده الترتيب في الجايد لاينز تريبل ثيرابي العادي ثم التريبل ثيرابي ما جابش معايا نتيجه والله شلت واحد من الانتيبيوتيك وحطيت الليفوفلوكساسين واستخدمت لمده 14 يوم او ممكن احط على طول الكوادربل ثيرابي والبسمس ده بيعمل ايه يا دكتور الايه بيمنع اللي هو الانتيبيوتيك يمسك يلزق قوي في الايه في جدران المعده هو مش حته جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف بقدر ان هو ولا جرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف هو قدر اللي هم وجدوا اللي دفع على الميكروب ده اصل هو ولا كده ولا كده هنتكلم على ايه دلوقتي على السيكوينشال السيكوينشال ثيرابي ده 92% او اكتر على مراحل مش يعني او مقسم يعني عباره عن ايه نعم انا وقفت بعد البريك على يعني ايه قال لك والله استخدم الاتي العلاج 10 ايام بس زي الفل و10 ايام عباره عن ايه يا دكتور قال لك والله استخدم الاموكسيسيلين بلس البروتون بامب انهيبيتور لمده 5 ايام اموكسيسيلين بلس البروتون بامب انهيبيتور لمده 5 ايام then استمر على البروتون بامب انهيبيتور اللي انت بتستخدمه كمان 5 ايام وشيل الاموكسيسيلين وحط لي 2 اللي هو الكلاريثرومايسين بلس التينيدازول يبقى انا استخدمت من البدايه بروتون بامب انهيبيتور لمده 10 ايام اموكسيسيلين 5 ايام وقفته ورحت مدخل تينيدازول كلاريثرومايسين 5 ايام الباقيين بس هكتبه يبقى انا عملت اموكسيسيلين بلس البي بي اي اس لمده 5 دايز وعلى طول شلت الاموكسيسيلين بعد الخمس ايام ورحت حاطط الكلاريترا بلس التينيدازول بلس نفس البروتون بامب انهيبيتور لمده 5 ايام هو الاموكسيسيلين موجود فيه في الصيدليات في الاموكسيل اهم حاجه انا عايز 1000 ملي جرام مرتين في اليوم بي اي دي في الاموكسيل وممكن استعمل الاوجمنتين بس بشرط اوصل للدرجه دي 1000 ملي جرام مرتين في اليوم يعني 2000 تمام كده طيب البي بي اي اس عرفنا موجود منه حاجات كتير اللي احنا نفس الجرعه اللي احنا هنستخدمها مرتين في اليوم الكلاريثرو موجود فيه في الصيدليه الكلاسيد والكلاريثرو وحاجات كتير قوي تمام كده هنستخدمه بايه 500 ملي جرام بي اي دي مرتين في اليوم التينيدازول موجود في ايه؟ الايه؟ تيميزول ايوه موجود في التيميزول وموجود في البروتوزول وموجود في حاجات كتير قوي تمام كده؟ والبي بي اي اس عرفنا اللي هو 5